بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نواصل شابتر 2، شوف لكتشر 2-4 Rectangular Component Unit Vector، ونحل اللي هي Sample Problem 2-2. Rectangular Component، أي متجه ممكن نحلله إلى مركبتين يكونوا متعامدة، عموديتين زي هنا الـ X والـ Y axis. في هذه الحالة البارالوغرام صار مستطيل، متوازي الأضلاع صار عندنا هنا مستطيل لأن زواياها قائمة. هلا عندي الاف، المتجه هذا الموجود عندي هنا له مركبتين، واحدة الاف اف اكس اللي هي هذه، وواحدة الاف اف واي اللي هي في الاتجاه الواي اكسس. نفس الشيء هنا عندي، طبعا الاكس عمود على الواي، له مركبتين الاف اف اكس والاف اف واي. بالرغم من أن الجميع يملوا زاوية ألفا، لكن يظلوا كله الإكس قائمة على الواي أكسس. هلا ودنا نشوف اليونيت فيكتور. Defined Perpendicular Unit Vector الآي إن دي جي، الآي متوازي مع الإكس أكسس والجي متوازي مع الواي أكسس. إذن هنا ودنا صار الفيكتور كومبوننت ممكن نعبر عنه بإيش؟ بالضرب، نضرب إيش؟ اليونيت فاكتور في الماجنيتود فاكتور كومبوننت. معنا الكلام هذا الـ f of x هذه إذا ضربناها بالـ i حتعطينا المركبة اللي هي على الـ x axis، والـ f of y إذا ضربناها في الـ j تعطينا المركبة على الـ y axis. لاحظ هنا هذه مجرد ماجنيتود وليست فاكتور. الفاكتور هنا هو اليونيت فاكتور الـ i والـ j. مثال عندي الـ F 800 مايل بزاوية 35، يقول لك أعطيني الـ Horizontal Component الـ F of X والـ Y Component أو الـ Vertical Component الـ F of Y. هذا الـ X Axis الـ Y Axis مركبتين الـ F of X والـ F of Y. كيف نجيب الـ F of X؟ هذه أصلا الزاوية عندي هنا ألفا، وهذا المجاور اللي هذه القوة مجاورة لها الـ F of X. إذن F cosine ألفا ما دامت المجاور. من وين جاي الإشارة هذه؟ سالب، لأنه لاحظ الـ x-axis في هذا الاتجاه والـ f of x عكس اتجاهه، هذه في اتجاه السالب. إذن سالب F cosine ألفا النتيجة ناقص 655 نيوتن. أما الـ y-axis فهي في اتجاه الأعلى، إذن موجب. طبعا هذه هي المقابل لهذه الزاوية، إذن الساين وهذا المتجه هو نفسه هذا، إذن يساوي كوساين ألفا، والألفا اللي هي 35، 459 اللي هي F of Y. نعبر عنه بدلالة اليونيت فاكتور، هذه الـ F of X المركبة اللي هي في اتجاه الـ X axis، وهذه المركبة في اتجاه الـ Y axis مضروبة في الـ J. هذه اللي كل مركبة على حدة، لما نجمع الاثنين نلقى المتجه كله، فيعطيني الفكتور اللي هي تساوي هذه المركبة اللي هي F of X زائدا F of Y. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.